نارين بيوتي تعلن عن خطوبة أخيها شيرو في الأردن، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد سفر نارين بيوتي إلى الأردن، الكل بدأ يتساءل ما السبب، وانقسمت آراء المتابعين في هذا الموضوع إلى قسمين. قسم صرح أن سبب سفرة نارين هي بسبب خطوبة شيرو من شهد أخت إسماعيل عويدات، حيث ظهرت شهد مع شيرو في أحد الاستوريات، وإسماعيل ظهر أيضا مع نارين بيوتي وهو يحمل حقيبة السفر. وما جعل المتابعين يشكون في خطوبة شيرو هو استوري نشره في عيد ميلاد ابنة خاله سيامان دميرة، وعلق على هذا الاستوري بي عام نتدرب لعرسي، وأيضا سكنه بمفرده جعل كل الشكوك تتجه نحوه ونحو شهد. وأيضا هناك قسم آخر توقع أن السفرة لها علاقة بعمل سيجمع نارين بيوتي مع رغدة كيومجيان. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ احمد سوري، اوكي بتعرفوا عمل السياحه بالاردن، سو لازم اطلع ادور. جيت على شارع اسمه شارع الرينبو، شارع الالوان بلا معنى، وجيت اكل شاورما، اطيب شاورما بالعالم. انت عنده شاورما صح؟ بس فلافل؟ ايه بس فلافل.